بسم الله ابو الابن والروح القدس الواحد امين. سفر سموئيل الاصحاح الاول. سفر سموئيل الاول الاصحاح الرابع. وكان كلام سموئيل الى جميع اسرائيل، وخرج اسرائيل للقاء الفلسطينيين للحرب، ونزلوا عند حجر المعونه، واما الفلسطينيون فنزلوا في افيق. واصطف الفلسطينيون للقاء اسرائيل، واشتبكت الحرب، فانكسر إسرائيل أمام الفلسطينيين، وضربوا من الصف في الحقل نحو 4000 رجل. فجاء الشعب إلى المحل وقال شيوخ إسرائيل: لماذا قصرنا اليوم الرب أمام الفلسطينيين لنأخذ لأنفسنا من شلوة تابوت العهد الرب، فيدخل في وسطنا ويخلصنا من يد أعداؤنا؟ فأرسل الشاب إلى شلوى وحملوا من هناك تابوت عهد الرب الجنود الجالس على الكاروبيم. وكان هناك ابن عالي حفني وفنحاس مع تابوت عهد الله. وكان عند دخول تابوت عهد الرب إلى المحلة أن جميع إسرائيل هتفوا هتافا عظيما حتى ارتجت الأرض. فسمع الفلسطينيون صوت الهتاف فقالوا: ما هو صوت هذا الهتاف العظيم في محلة العبرانيين؟ وعلموا أن تابوت الرب جاء إلى المحلة. فخاف الفلسطينيون لأنهم قالوا: قد جاء الله إلى المحلة. وقالوا: ويل لنا، لأنه لم يكن مثل هذا منذ أمس ولا من قبله. ويل لنا، من ينقذنا من يد هؤلاء الآلهة القادرين؟ هؤلاء هم الآلهة الذين ضربوا مصر بجميع الضربات في البرية. تشددوا وكونوا رجالا أيها الفلسطينيون، لئلا تستعبدوا للعبرانيين كم استعبدوا هم لكم، فكونوا رجالا وحاربوا. فحارب الفلسطينيون وانكسر إسرائيل، وهربوا كل واحد إلى خيمته، وكانت الضربة عظيمة جدا، وسقط من إسرائيل 30,000 رجل. وأخذ تابوت الله، ومات ابن علي حفني وفنحاس. فركض رجل من بنيامين من الصف وجاء إلى شلوى في ذلك اليوم، وثياب ممزقة وتراب على رأسه. ولما جاء فإذا عالي جالس على كرسي بجانب الطريق يراقب، لأن قلبه كان مضطربا لأجل تابوت الله. ولما جاء الرجل ليخبر في المدينة صرخت المدينة كلها، فسمع عالي صوت الصراخ فقال: ما هو صوت الضجيج هذا؟ فأسرع الرجل وأخبر عالي. وكان عالي ابن 98 سنة، وقامت عيناه ولم يقدر أن يبصر. فقال الرجل لعلي: أنا جئت من الصف، وأنا هربت من اليوم وهربت اليوم من الصف. فقال: كيف كان الأمر يا بني؟ فأجاب المخبر وقال: هرب إسرائيل أمام الفلسطينيين، وكانت أيضا كسرة عظيمة في الشعب، ومات أيضا ابناك حبني وبنحاش، وأخذ تابوت الله. وكان لما ذكر تابوت الله إنه سقط على الكرسي إلى الوراء إلى جانب الباب، فانكسرت رقبته ومات، لأنه كان رجلا شيخا وثقيلا. وقد قضي لإسرائيل 40 سنة، وكنت امرأة فنحاس كانت حبلى تكاد تلد. فلما سمعت خبر أخذ تابوت الله وموت حاميها ورجلها، رقعت وولدت، لأن مخاضها انقلب عليها. وعند احتضارها قالت لها الواقفات عندها: لا تخافي، لأنك قد ولدت ابنا. فلم تجب ولم يبال قلبها، فدعت الصبي إيخابود قائلا: فقد زال المجد من إسرائيل، لأن تابوت الله قد أخذ، ولأجل حاميها ورجلها. فقالت: زال المجد من إسرائيل، لأن تابوت الله قد أخذ. شكرا لكم أحبائي وأعزائي، وأتمنى لكم كل خير والسلام، وسلام الرب يكون معكم.